بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا يا علام اجعلنا من المتقين الأخيار، آمين يا سميع يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. الآن سنحاول بفضل الله تعالى وبركاته ورضاه مقاربة متأدبة لآيتين من سورة النساء 79 و 80. ما أصابك من حسنة، أي الخطاب موجه إلى رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ما أصابك من حسنة فمن الله، وإذا كان هذه حقيقة، هذا كل حسنة تسر الناس فهي من عند الله مش من عند. أما لا قارون ولا قابر عنا ربكم الأعلى، فنال منال في هذه الأيام الدنيوية، أما لما بعد فهو أعظم شنآن والعياذ بالله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بشر خطأ ولو كنت رسولا كنت. لا خطأ في الرسالة أو خطأ في بشريتك، عبس وتولى. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ذلك مرسل مكشرة. يتم سيدنا عيسى عليه السلام وأم مريم البتول عليه السلام اللي يكونوا دفع الناس باش يعتقدوا في يوم امرأة ربين. لما فماش هذا كذب وهتان، وهذه صنيعة بني سعود. ثم وش تأمروا على سيدنا عيسى عليه السلام ابن مريم عليه السلام باش يحاكموا الرومان ويعزلهم اللي يكونوا هذايا راهو يد في ملكهم في أرض الشام، أي ربما جيت قدس ونظره وغيره وغيره. على كل حال قالوا راهو إذا كما تفتكوش بيه بعد محاكمة سورية راهو مشي يقلب من شعب ويخليها منكم انت. انطلت الحيلة، ولكن مو مش عارفين اللي يعطاك حبل كتفو بيه، وما عطاه حبل الروم فتكتفوهما، لأنه هما يحبوا يوصلوا إلى أعدام سيدنا عيسى عليه السلام. كانت الخيانة وكانت القبلة المسمومة من طرف يهوذا، فمشى في بالهم ما المسألة مش تتم. خطفوا، شكون خطفوا؟ الجند ولا الشرطة بوليس ميليتار رومان. خطفوا شكون؟ خطفوا يهوذا، لأنه عنده شباب وما يعرفش اللي بما شبه. خطفوه اللئيم هذا الغدار، وعلى الباغي تدور الدواء. خطفوه، قال مش انا انبح فماش. هذا جند عسكري، هذا في شرطة عسكرية جاتك ما تناقش. وهزوه وعملوا فيه ما عملوا، وكل دق المسامير في الكرو هذيك مش قامين. جا هتلر رد قامين، زاد الواه يعني فعلا لازم تكسر. وكل الناس مصمم اللي ما يزم هي تعبد من دون الله. وكما كان يهودا وهزك هاك الكروه ساكري ودار، والناس تشوف فيه وسخلوا سيدنا عيسى عليه السلام. لو كان سيدنا عيسى تؤمن به وكان هو فعلا العذاب ذاك تؤمن به، ما كان يواصل العذاب. إذن كاذبين انتم على الكنيسه، لا منتوا به ولا حبيتوا ولا دفعتوا عنه، لكن كيد الله أكبر. شافي بالكم أن سيدنا عيسى وكشف أمركم أنكم ما تريدونوش الخلاص، وأنا زايد مزيد نتكلم خطب فضايح كبيرة لا فايدة. والسلام.